والآن مع مراسلنا حسن العربي من ذي قار. مرحبا بك حسن. مرحبا. أهلا بك حسن. بداية حدثنا عن أوضاعنا في صورة زيارة وزير الداخلية إلى المحافظة في ظل ما تشهده المحافظة اليوم من أحداث. بعد الزيارات لكوادر الوزارة المتقدمة التي شملت الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، تبعها زيارة مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية لمحافظة ذي قار في الأيام السابقة، على غرار الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ذي قار من صدامات أمنية ما بين المتظاهرين وما بين القوات الأمنية، والتي تبعها هدوء عام في كل مناطق المحافظة. وصل صباح اليوم السيد عبد الأمير الشمري وزير الداخلية إلى مدينة الناصرية، بالتحديد إلى مدينة أور السياحية، كرسالة لما تمثله هذه المدينة من إرث تاريخي كبير ومن حضارات عريقة. السيد عبد الأمير الشمري فور وصوله إلى مدينة أور السياحية التقى في قاعة المسرح السومري برؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر في محافظة ذي قار، وبعث إليهم رسائل عديدة، أهمها الحفاظ على أمن تلك الدوائر، وأهمها التعاون مع القوات الأمنية وعدم السماح للمبتزين وأصحاب الغايات الخاصة بالسيطرة أو الوصول إلى غاياتهم في هذه الدوائر. بعد ذلك التقى في باحة المنتدى الثقافي في مدينة أور السياحية بعدد من عوائل الشهداء وعدد من جرحى القوات الأمنية من أبناء مدينة الناصرية ومن أبناء المحافظة بشكل عام، وتم تكريمهم. ومن ثم عقد مؤتمر في مسرح أور المغلق بحضور عدد كبير من مشايخ محافظة ذي قار ومن الأدباء ومن المثقفين ومن الرياضيين ومن كل المؤثرين في محافظة ذي قار. المؤتمر شمل رسائل عديدة، أهمها أن الصوت الأعلى في ذي قار وفي كل العراق هو صوت القانون، وأن القانون سيطبق على الجميع من دون استثناء. أكد على الحد من أو القضاء بشكل تام على الدلقات العشائرية والنزاعات العشائرية، أكد على السعي الجاد للقضاء على ظاهرة قطع الطرق بالإطارات المحترقة والتي نشطت سابقا في محافظة ذي قار لكن اليوم تخلو منها المحافظة بشكل تام. بعد ذلك توجه السيد عبد الأمير الشمري إلى محكمة رئاسة محكمة استئناف ذي قار، وهو الآن في ضيافة رئيس محكمة الاستئناف السيد علي العتابي، وبعد قليل أيضا سيكون داخل قيادة شرطة ذي قار مؤتمر أمني للحديث عن كل الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار. الزيارة شهدت ترحيب واسع، وما دل على ذلك هو الحضور الغفير الذي حضر في مسرح أور المغلق الذي كان يمثل طيفا متميزا وطيفا نوعيا من أبناء مدينة الناصرية، حتى كان هنالك حضور لعدد من النساء اللواتي يمثلنا يعني يمثلنا فئات مختلفة من النساء في مدينة الناصرية. طيب حسن، هذه الأحداث التي ذكرتها من دكات عشائرية واعتقالات سلاح منفلت أيضا نزاعات، من المسؤول الأول عنها في المحافظة؟ هل الحكومة المحلية، أن تحالفات أو عدم التحالف داخل الحكومة المحلية المسؤول الأول عن هذه النزاعات؟ الكل يعرف أن محافظة ذي قار وعلى مدى السنوات الخمس الماضية منذ عام 2019 وإلى هذا اليوم لم تشهد استقرارا تاما في كافة مفاصلها وعلى وجه الخصوص المفاصل الأمنية. بالتأكيد الصراعات السياسية تترك تأثيرات سلبية كبيرة، سواء كان من انفلات أمني، سواء كان من دفع بعض المجاميع لتحقيقات غايات سياسية خاصة، لكن تبقى الرؤية ضبابية في بعض المفاصل. اليوم تم الوصول إلى درجة قصوى يعني لم تشهدها المحافظة سابقا من الاستقرار الأمني. هنالك انخفاض كبير جدا في عدد الدقات العشائرية، هنالك انخفاض كبير جدا في حالات القتل أو النزاعات، هنالك انعدام تام لحالات قطع الطرق ولحالات غلق الدوائر، وهذا الأمر حقيقة لم تشهده المحافظة سابقا، خصوصا في منذ عام 2019 وإلى هذا اليوم. وحتى يعني اليوم البعض من المراقبين للوضع الأمني في محافظة ذي قار يتحدثون على أنه الوضع الأمني اليوم في محافظة ذي قار لم تشهده المحافظة
منذ الحكومات السابقة حتى قبل عام 2019. نعم، مراسلنا حسن العربي من ذيقار، شكرا جزيلا لك.